ماكو ربحان. شنو ماكو ربحان؟ ماكو ربحان لان هسه كلها قاعد تخسر. اول شيء هو المتضرر الوحيد هو هذا المواطن الفقير. نعم. ثاني شيء احنا بالنسبه لي مثلا هسه اني قاعد اشتغل مثلا باللحوم. ايه؟ اللحوم صادت كل كرتون يعني بال15 17000. لحوم مستورده. لحوم الدجاج يعني صادت كل كرتون 15-17 ألف. زين هذا شلون مثلا انا كسره بالدولار. دولار صعد علي. زين. احنا مطلوبين تزيد وراء. زين. مثلا الخمس شدات هسه اذا مطلب هاني خسرت عندي 12.5. هسه تخسرت شقد تقريبا؟ 12 مليون ونص. 12 مليون ونص؟ هاي قيمة 50 ألف دولار يعني مطلوبها تسديد. تسديد هذول ما يعرفون يريد دولار يقول انا اريد دولار. ايه؟ دولار صاعد. زين. فاحنا خسرنا ضررنا، المواطن هو المتضرر الاكبر هو المواطن الفقير. زين. اي يعني انت اذا كنت تبيع يوميا يعني بالجملة فد ب 20 ألف دولار. أيه. اليوم بظل هاي الأزمة بيت جاي تبيع؟ ماكو هسه. لا لا يعني حجم هسه ما تبيع لأن هسه ماكو الناس ما يعني شلون صاير الأسواق تجهزهم المطاعم تجهزهم ما جاي يجون؟ لا حتى اللي يجي يتفاجئ بالأسعار، الأسعار هواي صاعدة. أيه. ف يعني شلون اكو بهم اكو عزله اكو بهم لأن فرق هواي بالأسعار. زين هسه بعض المخازن هم يقول لك مثلا عندهم البضاعة مالتهم مستوردة من زمان يعني قبل لا انه تصير هاي الأزمة. مو هو دولار ثابت عنده. دولار هو يجيبه منك مثلا عليه فلان دولار يبيعه بفلان سعر. هذا اللي يريده دولار من عندي. زين زين انا منكسر هسه بالجديد يطلع هو يعني هواي غالي. هواي يقولون هو المواطن الفقير ما يضر. شلون ما يضر؟ هو كلها على المواطن الفقير. كلها؟ كلها على المواطن الفقير. يعني هذا وضع هسه مال الجميلة هذا. جميلة وين كانت؟ ايه؟ هسه ماكو اليوم شلون قاعدين وساكتين. زين ماكو شغل. انا اشكرك حبيبي. حياك الله. حياك الله حبيبي. شلونك؟ الله يسلمك. ربحان خسران؟ خسران طبعا. خسران. قلت لك انا قبل شوي صار حديث قبل شوي انه 10 الصبح استلمت فلوس 11 ب 12 الظهر خسرت 104 ملايين ونص. والله العظيم استلمت على سعر ورا شوي بوعت السعر بالدولار وصاعد. بعد ما عندي شيء غصب عني لازم اصرف دولار وانا عندي تسديد. عندك تسديد؟ سددت صرف الدولار خسران 4 ملايين ونص. زين. هيك هذا سوقنا. لا ما كل اشارهم. على قولتك ما كل اشارهم. الله يحفظكم. زين اليوم الحركه شوفها حركه تعبانه. احنا شو نقيس؟ نقيس عندنا المقتدر ابو قاسم اللي قدام. قاسم يعني هو اللي شلون ما نقول جمله مال السوق. اي المفرد يمم كل تروح عليه هسه اذا لقيت يم اربع سيارات عاتبني. بينما ابو قاسم يوميا الله يرزق الله يرزق الرجال 20 30 سياره يمم ابو سوار. وقف السوق انتهى. وقف السوق عنده سوق انتهى.